بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ مع بعض نشرح آخر درس في المنهج، آخر وحدة، وهي التكاثر واستمرارية النوع. درس لو أنا بيتكلم عن التكاثر في النبات، بس قبل ما أعرف يعني إيه التكاثر، التكاثر زيه زي الهضم، زي التغذية، زي التنفس، زي النمو. طب أقول لهم صراحة النبي ما أجي أعرفه، هقول لك التكاثر هي عملية حيوية تهدف إلى إيه؟ لها وظيفة، لها هدف ولها فايدة. أهدافها إيه؟ أو بتهدف إلى إيه؟ قالت تهدف إلى ضمان وبقاء واستمرار أنواع الكائنات الحية بإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع. يعني فئة الكلاب تنتج كلاب، فئة القطط تنتج قطط، الإنسان ينتج إنسان، النبات سواء الفول ينتج فول، كل نبات تنتج من نفس النوع. ليه؟ لحمايتها من الإنقراض. قال لك التكاثر في النبات له نوعين، في تكاثر جنسي زهري وده بيتم عن طريق الزهرة، وفي تكاثر لجنسي خضري وده بيتم عن طريق أجزاء النباتات الخضرية المختلفة ما عدا الأزهار. اول حاجه ما اجي اعرف الزهره، هي الزهره ايه؟ ساقه سيره تحورت بعض اوراقها لتكوين اعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار. بذره داخل الثمار زي النبات مثلا، وانا نبتات التفاح بداخله بذور. طبعا احنا بناكل الثمر ونسيب البذور. طبعا عندي زي المانجا مثلا، بذره بتاعتها بذره واحده كبيره، بناكل الثمر ونسيب بذره. طب الفول زي نبات الفول، احنا بناكل بذور وفول وبنسيب الثمره. نفس كل الفكره دي. طيب انا عندي ديت الثمرة اللي في زهرة دي طالعة من ايه؟ قالك ده طالعة، ده اساسا منشأه برعم، البرعم ده طالع من ابة ورقة. قالك عشان كده بسميه الورقة ديت سميها الكنابة، والكنابة دي عبارة عن ورقة نباتية خضراء يخرج من ابتها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الزهرة. ورقة نباتية خضراء يخرج من ابتها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الزهرة. طيب ايه هي النورة؟ ما اجي اعرف يقول لك عندي في محور او في متناشئ عليه مجموعة ازهار واخدة شكل معين، اتنين قصاد بعض، واحدة وواحدة، دي بسميها النورة. يعني ايه النورة؟ هي مجموعة الازهار التي يحملها المحور. طيب تركيب الزهرة، قالك عشان تعرف على تركيب الزهرة، قالك اول حاجة في حاجة اسمها عنق الزهرة اللي شايلة الزهرة، بعدها في حاجة اسمه تخت. التخت ده عبارة عن ايه؟ قالك ده جزء منتفخ يوجد في نهاية عنق الزهرة ترتب عليه المحيطات الزهرية. طب هي المحيطات الزهرية؟ قال لك بالترتيب، طبعا الجزء ده في الزهرة مجسمة، دي زهرة واخدة قطاع طول في الزهرة، فبالترتيب هقول لك دي رقم واحد، دي رقم اتنين، ده تلاتة، ده أربعة. بترتيبه أدي كأس تويك طالع متاع. طيب الكأس أول حاجة، وعندك فيه تاني حاجة التويك، وفيه الطالع وفيه المتاع. الكأس ده اللي هو كل لونه أخضر في الزهرة من تحت، وده اسمه اللهم صل على حضرة النبي، أوراقه أول حاجة بيسموه محيط الأول، محيط الزهرية، ودي أوراقه تبقى خضراء اللون، خضراء اللون، وبسمى سبلات، ودي بتحيط بالزهرة كلها من الخارج، وظيفتها حماية الأجزاء الداخلية للزهرة وخاصة قبل تفتحها. طب المحيط الثاني قال لك التويك، طب أوراقه بتسمى إيه؟ بتلات، ودي سبحانك رب التماس بألوان زاهية ورائحة زكية، عشان كده تلاقي فيه زهرة بنفسجي، زهرة برتقاني، زهرة حمراء، ده بسبب البتلات، ده سبب التويك. طب ليه وظيفة؟ قال لي طبعا له وظيفة بسبب ألوانها أو ألوان أوراقها الزاهية وريحتها الزكية، فتعمل على جذب الحشرات التي تلعب دورا هاما في عملية التكاثر، بإضافة كمان طبعا إنها تحمي أعداء التكاثر اللي هي اللي في النص. التالت محيط، قال لي المحيط الثالث الذي هي التويك، وده بسميه الطلع. الطلع ده أوراقه كلها بتسمى أزدية، كل سداد تتكون من خيط رفيع، خيط أوت رفيع، وفيه انتفاخ، ينتهي طرفه بانتفاخ بيعرف بالموتوك. طب ده وظيفة الموتوك ايه هنا؟ قالك وظيفة الطلع هنا ايه؟ انتاج حبوب اللقاح، كأن اللي في النص دي كلها كده حبوب لقاح. طيب انا متاني بتكون الموتوك عبارة عن ايه اساسا؟ الموتوك اللي طلع حبوب اللقاح عبارة عن فصين بكل منهما حجرتين، فصين بكل منهما حجرتين تحتويان بداخلها على حبوب اللقاح. طب اخر محيط او محيط الرابع اللي في النص ده اللي واخد الشكل ده، قالك ده عباره عن ايه؟ قال لي ده بسميه متاع. طب المحيط الرابع، طب اوراقه بسميه ايه؟ قرابل. طب كل قربله ديت عباره عن ايه؟ قالك عباره عن انبوبه مجوفه كلها، لو انا شفتها شبه القاروره. طيب القاروره دي تكون من ايه او القربله دي تكون من ايه؟ قالك انتفاخ، ده بيسمى المبيض، بيحتوي طبعا المبيض ده على بويضات بداخله. تاني حاجة كمان بيتصل بأنبوب، ده بيسمى القلم. وآخر حاجة بيسمى إيه؟ الميسم، اللي هو بيسموه لها فواه تشبه الميسم. يبقى أنا بصيت على القربلة هلاقيها القربلة أو الطلع، الطلع ديت اللي هو المتاع، المتاع أوراقه بتسمى قرابل، كل قربلة عبارة عن أنبوبة مجوفة تكون من ثلاث حاجات، مبيض، قلم، ميسم. مبيض، قلم، ميسم، وظيفتها إنتاج البويضات.
شكرا. بقول لك في الزهرة ان الطلع هو عدو التسكير في الزهرة، الطلع ده هو عدو التسكير في الزهرة، لكن المدع ده هو عدو التأنيث في الزهرة. عدو التسكير في الزهرة انه يكون بإنتاج حبوب اللقاح، عدو التأنيث انه يكون بإنتاج البويضات. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا عايزه اعرف، في بيقول لك حاجه اسمها نوع الزهره او الزهره النموذجيه. يعني ايه زهره نموذجيه؟ قال لك هي الزهره التي تترتب اوراقها الزهريه في اربع محيطات زهريه. زهره تترتب اوراقها الزهريه في اربع محيطات زهريه، يعني عندها الاربعه، عندها الكاس والتوج وطلع ومتاع. طب الزهره دي بيسميها ايه زهره نموذجيه؟ قال لك لمصلحه النبي والامثال بتاعتها زي زهره الورد البلدي. في ايه تاني عندك؟ زي اللي مثلا حضره النبي زي بسله القطن عباد الشمس، الكتاب كل دي ازهار نموذجيه. في نفس الوقت لما اجي اقول لك اجمع الزهر اللي بتحتوي على الاربع محيطات الزهريه واجي اقول لك جنس الزهر ايه، هقول لك الزهره اللي هي بتحتوي زهر نموذجيه بسميها زهره ثنائيه الجنس. ثنائيه الجنس اللي لنا انها تحتوي على الطلع والمتاع معا. طب بتاخد الرمز ايه؟ قال لك هتاخد الرمز ده بيرمز. طبعا لو انا عندي اساسا زهره مذكره بياخد الرمز ده زهره مذكره، لكن الزهره المؤنثه بتاخد الرمز ده. دي زهره معناها زهره مؤنثه. طب دي معناها ايه؟ مذكره. طيب انا عندي مثلا حضره النبي، لو انا عندي بقى الاثنين مع بعض زهره مذكره ومؤنثه بسموها زهره خنثى، خنثى او ثنائيه الجنس، وتحتوي على الاربع محيطات الزهريه الاربعه، وديت الامثله بتاعتها لسه ان شبهها دلوقتي اللي الورد البلدي ومنثور بالتوليب بتونيا بسله قطن كمان عباد الشمس وفي الكتان. طيب انا عندي الزهره احاديه الجنس، يعني يا اما تبقى مذكره يا اما تبقى مؤنثه. طيب مذكره واخده الرمز ده، طب مؤنثه واخده الرمز ده، يعني مذكره يعني تحتوي عليه على الطلع فقط، طب مؤنثه تحتوي على المتاع فقط. يعني ابص للنبات ملهوش فيه لا عنده طلع، الاقي كله طلع، كله طلع من فوق من كده اهوت، كلها عباره عن طلع فقط، مفيش متاع خالص. طيب زهر يعني بتتكون من كم محيط زهري؟ هبص الاقي تكون من كم محيط؟ ثلاث محيطات زهريه، الكأس والتويج والطالع. طب الزهره الثانيه المؤنثه اللي تحتوي على المتاع فقط، ثلاث محيطات زهريه، يعني عباره عن كأس تويج وادي في النص تلاقي طالع منها المتاع. طيب ايه امثله الزهور ديات او امثله النباتات ديات؟ قال لك في النخيل وفي الذره والقرى، يعني عشان كده تلاقي نخله مذكره ونخله مؤنثه. طب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال لك دلوقتي ليه بعتبر زهرة الورد البلدي مثلا زهرة خنثى؟ لاحتوائها على أعضاء التسكير للطلع وأعضاء التأنيث معا متاع معا. طيب ليه بنعتبر زهرة مثلا نبات النخيل زهرة واحدة الجنس احتواها على أعضاء التسكير فقط أو أعضاء التأنيث فقط؟ نصيحتك يا سيدنا محمد. اكتفي دلوقتي بهذا القدر ونكمل معكم بعد كده.